قوات سوريا الديمقراطية تعلن من مدينة الطبقة المحررة إطلاق معركة الرقة بداية الصيف. القوات العراقية تعلن تحرير حي استراتيجي في غرب الموصل. وواشنطن تحذر من موجة هجمات إلكترونية متزامنة على خلفية هجوم استهدف دول العالم. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري. إذ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها ستبدأ الهجوم على مدينة الرقة، أكبر معقل لتنظيم داعش في سوريا، في بداية الصيف المقبل. وتوقع مسؤول عسكري من قوى سوريا الديمقراطية أن يزودها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بأسلحة ومركبات عسكرية عند بدء الهجوم المرتقب. الهجوم على الرقة سيكون في بداية الصيف، تصريح أدلت به قيادة في قوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل تنظيم داعش في شمال سوريا، مشيرة إلى أن التوقيت مرتبط بالظروف والتكتيكات العسكرية، وأن قواتها ستتلقى أسلحة نوعية ومدرعات من الولايات المتحدة مع بدء الهجوم على المدينة، وسيكون هذا الهجوم على الأرجح المرحلة الأخيرة من العملية العسكرية باتجاه أكبر معاقل تنظيم داعش في سوريا. تحظى عمليات قوات سوريا الديمقراطية بدعم جوي من التحالف الدولي وبري عبر نشر مستشارين أمريكيين على الأرض، كما تسلح واشنطن الفصائل العربية ضمن قوات سوريا الديمقراطية، والتي كانت سلمتها بداية العام الحالي مدرعات عسكرية. كما وأعلنت واشنطن قبل يومين للمرة الأولى عن خطة لتسليح وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية. من جانب آخر، ذكرت القوات في بيان أنها تمكنت من استعادة السيطرة بشكل كامل على مدينة الطبقة وسد الفرات بعد معارك طويلة مع مسلحي داعش الذين لجأوا إلى استخدام المدنيين دروعا بشرية، وأكدت أنها ستسلم إدارة المدينة إلى مجلس مدني سيعمل إلى جانب قوى الأمن الداخلي التابعة لها، وذلك بعد تأمين المدينة بشكل كامل وتطهيرها من الألغام ومخلفات المعارك. وأشارت إلى أن سد الفرات مؤسسة وطنية سورية ستخدم جميع المناطق السورية دون استثناء. أظهرت عملية تحرير الطبقة مرة أخرى انتصار إرادة داعش بشكل متزايد أمام الروح البطولية لقوات سوريا الديمقراطية، دفعت العديد منهم للاستسلام، ووقع العديد منهم في قبضتنا، والبعض كانوا يختبرون بين المدنيين ويهتمون في مبنى التحكم بالسد، ولم تتمكن محاولاتهم في الاحتماء المدنيين وبجسم السد، وكذلك محاولاتهم اليائسة في اختراق الطوق المفروض عليهم من قبل قواتنا، وهذا يظهر جليا مدى جبن عناصر إرهابي داعش وتحملهم للذل والمهانة في سبيل الحفاظ على أنفسهم. في العاشر من شهر أيار الجاري تمكنت قواتنا من تحرير مدينة الطبقة وسد الفرات بشكل كامل، وكذلك تخليص كل المدنيين من المنطقة وتأمينهم. هنا نتوجه بالشكر والتقدير لأهل منطقة الرقة الطبقة الشرفاء لوقوفهم إلى جانب قواتنا في عملية تحرير مدينتهم، وندعو كل الشباب والشابات من أهل المنطقة للالتحاق بقواتنا وتنظيم أنفسهم ليتمكنوا من حماية المدينة والمنطقة بأنفسهم. كما نشكر قوات التحالف الدولي التي ساهمت بقوة في عملية تحرير الطبقة جواً وأرضاً. نتوجه للرأي العام ونعلن بأنه سيتم تسليم إدارة مدينة الطبقة إلى مجلس مدني للطبقة لإدارة الأمور إلى جانب قوى الأمن الداخلي التابعة لها، بعد تأمين المدينة بشكل كامل وتطهيرها من الألغام ومخلفات العمليات. ويعاني الأهالي كثيرا كي يتمكنوا من الخروج عن مناطق احتلال داعش واللجوء إلى أماكن أكثر أمانا، منهم من ينجح وآخرون يفقدون حياتهم إثر استهدافهم بشكل مباشر من داعش. نازحون عن ريف الرقة ومدينة الطبقة يتحدثون عن معاناتهم والمخاطر التي واجهتهم قبل نجاحهم في الوصول إلى مخيم الكرامة. نتابع. تعقدنا بهالعيشة، تعذبنا، يعني حتى المرضى لا نقدر نطلعه لا هيك ولا هيك.
يعني إيش بدنا نسوي؟ بهذه الكلمات اختصرت هذه السيدة معاناتها في ظل الحصار الذي فرضه تنظيم داعش عليهم. وصلت فايزة والكثير من العائلات إلى مخيم الكرامة بسلام. يعني جوعونا، عطشونا، شنشطونا، تعذبنا من وراهم عذاب، عذاب يعني عذاب الكفار يمكن أهون هالعذاب هذا. صاروا يلاحقون المرأة ويلاحقون الزلمة على أي شغلة فاضية، أي شغلة بسيطة. يعني هالحزاني قبل ما أطلع من خيمتي جبت توم ولاد لأنهم مرضانين ولزمتهم حضانة مدينة رقة. شوف صعبة علي أني أحطهم بالمشفى وبالحضانة، يعني شوف وصلت لوين، مات واحد وظل واحد. الحز هالطفلة الصغيرة اللي عندي هي الموجود، يعني كل يوم الصبح بشهود الجيران كلياتهم حط عليه اليوم أقل شيء 8500 ورقة اليوم. أطفال، نساء، شيوخ، جميعهم يفترشون الأراضي. منهم من نجح في الحصول على خيمة يبيت فيها، بينما ينتظر آخرون في العراء. أول شيء جينا دوسنا ضرب الكرامة، نزحنا على الزور، ومن الزور ضلينا تقريبا حوالي الشهر، وبعدين ردوا حولونا قالنا أرجعوا من على المخيم هنا، ورجعونا هنا على المخيم. وشوفت عينك دعك شهر المخيم، يعني عائلات كلها فوق بعضها، كل خمس عائلات ست عائلات بخيمة واحدة. تزداد المعاناة مع ارتفاع أعداد النازحين عن مناطق داعش، إذ يحاول الكثير من المدنيين والأهالي في المناطق الخاضعة لداعش النزوح إلى مكان آمن خشية استخدامهم كدروع بشرية من التنظيم. المهربين قطعونا من داعش، داعش كان على الطريق ناصب حواجز ويلاحق الناس من مكان لمكان. ويوم دخلنا بأول حاجز ضرب لحقتنا سيارة هونداية وضرب علينا النار، طلق علينا النار، بطحنا بالأرض والشباب عاد قاموا طلقوا عليه النار وهزموه وساعدونا وجابونا عن مخيم له. تجلس طفلة هنا بعد رحلة شاقة وخطرة تأكل بعض الحلوى، بينما يجد أطفال آخرون فرصة للعب على أمل العودة لمنازلهم قريبا بعد طرد داعش منها. أفاد الناشطون في دمشق بخروج 1200 شخص جلهم من المدنيين إضافة إلى بعض مقاتلي المعارضة المسلحة من حيي برزة وتشرين المحاصرين في دمشق إلى بلدة مسرابة في حافلات أدخلتها قوات الأسد تمهيدا لنقلهم إلى إدلب شمالي البلاد حيث مناطق سيطرة المعارضة المسلحة، فيما رفض مقاتلون من فصائل المعارضة المسلحة الصفقة المبرمة مع النظام والتي تقضي بتهجيرهم من حيهم. هذا والتقت كاميرا أخبار الآن بعشرات المقاتلين من المعارضة السورية الرافضين للتسوية مع نظام الأسد ورافضين لعمليات التهجير إلى الشمال، حيث قرر هؤلاء المقاتلون مواصلة المشوار في الغوطة الشرقية. يذكر أن حي تشرين شهد عملية تهجير تضمنت خروج 300 شخص مع أسلحتهم الخفيفة بعد تدمير الحي بشكل كامل. التفاصيل مع مراسل أخبار الآن جواد العربيني. نحن الآن داخل الأحياء الشرقية للعاصمة دمشق. اتفاق جديد اليوم تم بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام يقضي بتهجير مقاتلي حي تشرين وعائلتهم إلى الشمال السوري. طبعا يتزامن هذا الاتفاق أيضا مع تهجير اليوم الدفعة الثانية من مقاتلي حي برزة وعائلتهم. كما نشاهد الآن هناك بعض المقاتلين رفض التهجير إلى الشمال السوري وفضل النزول إلى الغوطة الشرقية عبر ممرات سرية. معي الآن أحد المقاتلين في حي تشرين ليطلعنا أكثر على التفاصيل. بداية، أنت ليش رفضت موضوع التهجير إلى الشمال؟ من كتر اللي خبط علينا رفضنا، ما بنطلع على الشمال، نحن بدنا نضل هون نحمي بلادنا. هنيك في من يحميهم وفي له الارض تحميهم وفي زلمه بتحمي ارضها، هنيك كل زلمه يحمي ارضه. هذا هو، نحن شو بدنا نطلع سايب الشمال؟ بدنا نضل هون، تمام، بدنا نضل بالغوطه وندافع عنها.
طيب. لحتى آخر نفس. هلأ قد يتساءل البعض أنه ليش ما ظلتكم صامدين بحي تشرين؟ ما عطي مجال تصمد، ما عطي مجال، نوب نوب نوب. لأنه قلت لك وبرجع بالله، لأنه بين الصاروخ والصاروخ في صاروخين وطيران وقذائف ومدفعية، ما في وقفة على مدار أربعة جزعلين مع نار على الرشاشات الصغيرة ولا لا، ما في وقفة. أو نحن ما ظللنا بلوكين الدرة فيها عدا الفيول وعدا ما في ما في شو في أنواع أسلحة عنده كلها زادت علينا. وبين الصاروخ والفيل والصاروخ والفيل في اثنين إذا بدك، ومن أكثر من اتجاه، والبرابيش وما من عدا البرابيش ومن عدا الطيران ومن عدا يعني ما في بلوك نحطها صاغ ونتدرى فيها. وهي متملك شايف تفرج كل حي تشرين وكل الابون هيك تماما. ونحن عم يتهمونا إلنا بالتعبيط، لك نحن ما هبطنا على القوة. اليوم الاتفاقية اللي صارت بينكم وبين النظام قديش قضت بتهجير إلى الشمال السوري؟ يلي طلعوا أكثر شيء أكثر من 2000 واحد، يلي طلعوا اليوم يعني إذا ما 2000 أكثر من 2000 إيه تماما، يلي طلعوا أكثر من 2000 وأنا بعرفهم يعني عدد وأسامي كمان إذا بدك. طبعا إذا كمان نشاهد أكثر من 80% من أحياء دمشق الشرقية حي تشرين وحي القابون تحديدا تحولت إلى ركام بفعل صواريخ الفيل وصواريخ الطائرات، إضافة إلى إدخال النظام لكاسحات الألغام التي تحدث دمارا كبيرا. كان معكم جواد العربيني لأخبار الآن الأحياء الشرقية العاصمة السورية دمشق. إلى ذلك أفاد ناشطون سوريون بأن قوات الأسد استهدفت بالمدفعية الثقيلة مدينة تلبيسة شمال حمص من مواقعها في حاجز ملوك، كما أضاف ناشطون أن قوات الأسد استهدفت أيضا بلدتي كوم الرمان وجنين شمال درعا بقصف مدفعي مكثف. وأشار الناشطون إلى أن طائرات حربية يرجح أنها تابعة لقوات الأسد استهدفت بالرشاشات الثقيلة مدينة لطامنة شمالي محافظة حماة. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. في الشأن العراقي أعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار الله في بيان له أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير حي الإصلاح الزراعي الثانية في الساحل الأيمن لمدينة الموصل العراقية. وأضاف يار الله أن القوات الأمنية كبدت أفراد داعش خسائر في الأرواح والمعدات، وتم رفع العلم العراقي فوق مباني الحي. هذا وذكر الجيش العراقي بأنه سيحرر مدينة الموصل تماما من احتلال داعش الإرهابي قبل بداية شهر رمضان المبارك. يأتي ذلك فيما أعلنت القيادة العسكرية في العراق استئناف المعارك شمال غربي مدينة الموصل القديمة بعد فترة تعليق وجيزة دامت لمدة 3 ساعات وبدء تأمين خروج الأسر إلى مناطق آمنة. إلى التفاصيل. فيما شارفت معركة الموصل العراقية الشمالية على نهايتها بتحرير 90% من مساحة ساحلها الأيمن، فهي بانتظار الحسم قبل رمضان إثر تغيير الخطط العسكرية وانطلاق عمليات جديدة في المحور الشمالي الغربي هناك بمشاركة قطعات الفرقة 9 المدرعة للجيش العراقي، بالإضافة إلى الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع وقوات مكافحة الإرهاب. القيادة الأمنية أكدت أن القطعات الأمنية وصلت إلى آخر أحياء الساحل الأيمن ومحاصرة ما تبقى من قيادات وأفراد التنظيم فيها، وهي أحياء الإصلاح الزراعي والسابع عشر من تموز والعريبي والنجار والزنجيلي، أخطر ما تبقى من معاقل التنظيم، إضافة إلى حي المدينة القديمة الذي يضم جامع النوري ومأذنة الحدباء التاريخية التي تشتهر بها المدينة. رئيس أركان الجيش العراقي أكد أن تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش سيتم قبل دخول شهر رمضان الجاري، مشيرا إلى تقدم قواته لإكمال ما تبقى من التحرير. وأعلنت القيادة العسكرية في العراق استئناف المعارك وبدء تأمين خروج العائلات إلى مناطق آمنة. ومع اقتراب حسم المعركة تم حصار دفاعات داعش بعشرات الآليات المدرعة ونشر مئات من أفراد الجيش على أسطح المباني في شارع 60، فيما فتحت القوات العراقية طريق الإمداد من الموصل نحو قضاء تل عفر غرب المدينة. ومع استمرار المعارك وثقت مصادر عسكرية مجزرة جديدة ارتكبها التنظيم في الجانب الغربي من الموصل بعد أن اعدم 17 عائلة أثناء محاولتهم الفرار من المناطق التي تخضع لاحتلاله. ووفق المعلومات الاستخبارية فإن عدد من قتلهم داعش أثناء محاولتهم الهرب يصل إلى نحو 60 فردا بينهم نساء وأطفال.
نوهت قيادة القوات العراقية أن عملية تحرير ناحية القيروان من احتلال داعش أسفرت حتى الآن عن قتل 50 فردا من التنظيم وتحرير ومحاصرة 9 قرى أقصى غربي قضاء تل عفر شمالي محافظة نينوى. وعد البيان أن ناحية القيروان تعد إحدى أهم مراكز القيادة لداعش وتشكل عقدة مواصلات مهمة بين تل عفر شرقا والإبعاج والحدود السورية غربا، حيث تمكن الجيش العراقي من محاصرتها بالكامل من الجنوب والشمال والشرق استعدادا لاقتحامها في الساعات المقبلة. نقلت صحيفة البوابة نيوز العراقية عما أسمته مصادر من المواقع المتطرفة السرية التابعة لداعش تأكيدها اختفاء زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. وأوضحت الصحيفة أن معظم أفراده لا يعلمون مكانه الحقيقي حتى الآن بعد أن كان موجودا مؤخرا قرب الحدود السورية العراقية. كما أكدت الصحيفة نقلا عن مصادرها خروج البغدادي من العراق مستدلة بتصريحات صادرة عن التحالف الدولي مؤخرا تؤكد عدم قدرتها تحديد مكان أبو بكر البغدادي حاليا بعد أن كان مرصودا منذ فترة وكان وقتها في العراق. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم استهدف نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني في إقليم بلوشستان. وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتشدد إن انتحاريا يرتدي سترة ناسفة نفذ الهجوم الذي أودى بحياة 25 شخص على الأقل وفق مسؤولين باكستانيين. حذرت السلطات الأمريكية من موجة هجمات إلكترونية متزامنة في كثير من دول العالم بواسطة فيروس خبيث بهدف الحصول على فديات مالية، مناشدة ضحايا هذه الهجمات عدم دفع أموال للقراصنة. وهذه الموجة من الهجمات الإلكترونية على مستوى عالمي أثارت قلق خبراء أمن المعلوماتية الذين لفتوا إلى أن القراصنة قد يكونوا استفادوا من ثغرة أمنية في أنظمة ويندوز كشفت النقاب عنها وثائق سرية خاصة بوكالة الأمن القومي الأمريكية NSA تمت قرصنتها. قالت روسيا إنها حددت موضع الفيروس الخطير الذي استهدف أجهزة الكمبيوتر في عشرات الدول، وقالت إن العمل جار للقضاء عليه بحسب ما قالته وكالة إنترفاكس الروسية. وكانت متحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك أعلنت أن نحو 1000 جهاز كمبيوتر في الوزارة تأثرت بالهجوم الإلكتروني في الوقت الذي أعلنت شركة ميغافون لتشغيل الاتصالات أنها تعرضت أيضا لهجوم إلكتروني أدى إلى عرقلة عمل مراكز الاتصال التابعة لها. وكانت الأنظمة الإلكترونية في دوائر الصحة العامة في بريطانيا تعرضت لهجمات إلكترونية عبر الإنترنت ما أدى إلى تعطل العمل في معظم المستشفيات. وذكرت مستشفيات بريطانيا أنها اضطرت لتحويل حالات الطوارئ بعد الهجوم الإلكتروني. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد فاصل أخير. سوريون يواجهون انقطاع التيار الكهربائي باختراعات جديدة. أحييكم من جديد مشاهدينا ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة البيان الإماراتية التي اخترنا منها لكم طلاق ب 580 مليونا. أجبر قاض في المحكمة العليا في بريطانيا تاجرا سابقا بشركة نفط وغاز في لندن على دفع نحو 580 مليون دولار لتسوية طلاقه من زوجته، والمبلغ الممنوح للزوجة يقدر بنسبة 41.5% من مجموع أصوله الزوجية. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القدس العربي شركة سويدية تطرح هاتفا مزودا بزر استغاثة. جاء في تفاصيل الخبر كشفت شركة دورو السويدية لصناعة الهواتف المحمولة عن طرح جهاز جديد مصمم خصيصا لتلبية احتياجات مستخدمين من فئة العاملين في الخدمات الاجتماعية والرعاية والبنائين في بيئات العمل الشاقة بمفردهم،
ويحتوي الجهاز الجديد على إمكانية طلب النجدة من خلال الضغط على زر أحمر على جانب الجهاز، ويرسل الجهاز رسالة نصية إلى 5 أشخاص تحتوي على تفاصيل تحدد موقع المستخدم. مشاهدين، صحيفة الإمارات اليوم عنونت بين صفحاتها: شاكيرا تعود إلى الساحة الغنائية بعد توقف دام لمدة 3 سنوات. صرحت مغنية البوب الكولومبية شاكيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها بصدد إصدار ألبوم جديد الشهر الجاري بعد توقف دام لمدة 3 سنوات. ويحتوي الألبوم على أغاني باللغتين الإسبانية والإنجليزية، ويتضمن الألبوم أيضا أغنية شانتاجي التي تقول شاكيرا إنها كانت الأغنية الأولى اللاتينية على خدمة سبوتيفاي الموسيقية في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي. ومن صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدينا نقرأ: تقنية جديدة لحماية البشر من تلوث الهواء بالمدن الكبرى. كشف مجموعة من الباحثين عن قناع جديد يضم تقنية متطورة تعمل على تنقية الهواء الذي يستنشقه المستخدم أثناء السير في الشوارع. والقناع الجديد يشبه القناع مصنوع من البلاستيك، وتقنية التنقية توجد في داخله، وتعمل تنقيته على تسجيل بيانات نوعية الهواء وجمعها للتحليل، والتي يمكن أن تساعد الباحثين على تطوير سبل لحماية الناس بشكل أفضل من تلوث الهواء. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا يواصل السوريون إبداعهم في مجال الحرف والصناعات في تحدي لأصعب الظروف المعيشية. الخياط عبدو أبو صالح هو أحد أهالي ريف إدلب، أصر على إعادة افتتاح ورشته بعدما أغلقها بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء في المناطق المحررة، بعدما استبدل محركات الماكينات الأساسية بمحركات أخرى صغيرة تتميز بقلة تكلفتها التشغيلية. التفاصيل مشاهدينا في سياق تقرير مراسلنا محمد سلهب. ماكينة الخياطة بلا كهرباء، إذن هي بلا جدوى، الشيء الذي اضطر معظم الخياطين في المناطق المحررة من إغلاق ورشتهم. أما عبد أبو صالح فوجد طريقة مبتكرة لتشغيل ماكينات ورشته وبأقل التكاليف. أنا من بين الخياطين، اضطريت سكر محلي بسبب انقطاع الكهرباء لفترة محدودة، بس أنا ما استسلمت لهالوضع يعني، فاستفسرت سألت، قالوا لي بيوجد موتور صوفات سيارة بيركب على الماكينة وشغله كويس. محرك أخذه من مكيف السيارة ليكون بديلا عن محرك الماكينة، متحد بعض الصعوبات في تركيبه إلى أن وصل لطريقة ربط محكمة مكنته من الحصول على أداء جيد. جبنا المحرك الصوفاج ركبناه على الماكينة بشكل مباشر، بس ما أعطاني أداء ممتاز، فلقيت فصل له قاعدة قوية ومتينة، وبالفعل أعطاني أداء ممتاز كتير، وأنا استغنيت عن المحرك الأساسي للماكينة لأنه المحرك الصغير أعطاني أداء كتير ممتاز وكلفته كتير بسيطة، في إمكان أي خياط اقتناء هالمحرك. بعد أن أطلق عبدو اختراعه هذا للعلن، أصبح مرجعا للخياطين في التركيب والاستشارة، معتبرا أن ما أنجزه فخر له، وإنه قد قدم شيئا لمهنته أولا وللمجتمع ثانيا. الفكرة ما وقفت بس عندي أنا، حاولت أعطيها لجميع محافظة إدلب، وكل يوم بشكل يومي بيجيني أكثر من شخص بيقول لي طبق لي هالفكرة هالمحرك، يا بطبق له يا أنا عندي هون بالمحل، يا أما هو بياخده بيطبقه، وإذا صار في شيء عنده بيبعت وراي أنا بطبق له إياه. وأنا بحس حالي كتير مبسوط وسعيد لأنه قدمت شيء لهالمجتمع، لزملائي الخياطين. حال عبدو كحال آلاف السوريين الذين سعوا ولا زالوا في تطوير مهنهم رغم الظروف الصعبة التي يقاسونها. محمد سلهبري في إدلب، أخبار الآن. تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي باستحداث سلطات جديدة تسمح لها بمعاقبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتقاعس عن رعاية بيانات المستخدمين. ويأتي هذا التعهد الانتخابي بعد تعرض شركات مثل فيسبوك وتويتر لانتقادات من الحكومة لعدم بذلها ما يكفي لوقف انتشار المحتوى المتطرف عبر الانترنت أو مساعدة ضحايا الانتهاكات.
أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا أنها فرضت غرامة قدرها 3 ملايين يورو على تطبيق واتساب للرسائل لإجباره للمستخدمين على الموافقة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع فيسبوك الشركة الأم للتطبيق. وكانت سلطات حماية البيانات في دول الاتحاد الأوروبي طلبت من واتساب العام الماضي وقف مشاركة بيانات المستخدمين مع فيسبوك نظرا لشكوك بشأن صحة موافقة المستخدمين على الإجراء. كشفت نتائج دراسة حديثة أن ساعة أبل الذكية لا تستطيع تتبع حالة مستخدميها أثناء ممارسة تمارين الرياضة البدنية فحسب، وإنما لديها القدرة أيضا على اكتشاف بعض الأمراض الخطيرة بسبب مراقبة عدم انتظام ضربات القلب. ويقول خبراء أمراض القلب إنه إذا ثبت أن هذا الأمر صحيح يمكن أن تكون ساعة أبل أداة مفيدة في المساعدة على تحديد وتتبع وعلاج المرضى الذين يعانون من مرض الرجفان الأذيني. حذر علماء من احتمالية نشاط فيروسات قديمة قاتلة مع استمرار ذوبان جليد القطب الجنوبي، ما يتسبب في نشر وباء عالمي يصعب التغلب عليه ويمكنه أن يؤدي إلى نهاية الحياة على سطح الأرض. وقالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية إن تجربة معملية في سيبيريا كشفت عودة فيروس عالمي عمره أكثر من 30,000 عام إلى الحياة مرة أخرى، يمثل تهديدا كبيرا على البشرية. وفي أخبارنا الرياضية، أحرز تشيلسي لقبه السادس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ويست بروميتش ألبيون بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما في المرحلة 37. وسجل هدف تشيلسي اللاعب البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة 82 من عمر المباراة. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. قوات سوريا الديمقراطية تعلن من مدينة الطبقة المحررة إطلاق معركة الرقة بداية الصيف. القوات العراقية تعلن تحرير حي استراتيجي في غرب الموصل. وواشنطن تحذر من موجة هجمات إلكترونية متزامنة على خلفية هجوم استهدف دول العالم. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم مشاهدينا بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. كونوا معنا.